من قناة الجديد في بيروت مساء الخير. هذا آخر صبر السيسي ولا لعب مع الرجل الحازم الذي سيطر على مصر بقرار واحد عسكري مطعم بالنفس الشعبي، فكيف بساحة اعتصام؟ فالعسكر منح الفرص وأمهل الإخوان، ولما تحول الاعتصام إلى عصيان يتحصن بسلاحه ضرب الجيش بيد من هجوم، وفقا لخطة كانت قد نشرت قناة الجديد تفاصيلها موقعا موقعا. لكن فض الاعتصام كانت له أثمان دموية قاربت 150 قتيلا، بينهم ابنة محمد البلتاجي القيادي في الجماعة وابنة خيرة الشاطر وزوجها. ومن الأثمان المعنوية إصابة سياسية بالغة تمثلت في استقالة نائب الرئيس محمد البرادعي، معللا خروجه من السلطة بعدم قناعته بما اتخذ من قرارات أدت إلى إسالة الدماء. لكن أي خيارات كانت متاحة للعسكر وهم يقبضون بالتسلح المشهود والتحصينات في سيناء ويراقبون تحول مصر خطة فخطة إلى سوريا ثانية وفقا لما رسمه بندر بن سلطان؟ وحتى لا تجري الدماء في عروق النيل ويصبح الجهاد متاحا في بلاد 90 مليونا وتخرج الأمور عن السيطرة كما خرجت في سوريا، انتقل الجيش المصري إلى تنفيذ خطة الحسم، فنفذ عملية تنظيف لسيناء وصادر الأسلحة ومنع فصلها عن مصر وضمها إلى قطاع غزة قبل أن ينتقل إلى الداخل ويبدأ فض اعتصام الإخوان. في لبنان فضت حكومة الأمر الواقع وسحبها من التداول رئيس الحكومة المكلف تمام سلام في خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان اليوم، مختتما بذلك عاصفة أفكار تداولتها الصحف على مدى أيام وكادت تجزم بوقوعها، علما أن حركة الملاحة السياسية لم تكن تؤشر إلى حكومة أمر واقع، حيث رؤساء إما خارج البلاد وإما يعتزمون السفر. وفي المدينة حركة استخبارات تركية، أهميتها في الشكل أن أركان الاستخبارات التركية وبعدما كانوا عم بينشفوا ريق مروان شربل وعباس إبراهيم في الذهاب والإياب من أنقرة وإليها، أصبحوا هم في ضيافتنا يزورون لبنان بحثا عن مصير المخطوفين. ولكن على لبنان هنا حسن الضيافة والمعاملة بالمثل واتباع سياسة التنشيف عينها إلى حين انتزاع الموافقة على إطلاق سراح المخطوفين اللبنانيين 9 مع حبتي المسك وتحرير مطراني حلب. إذن عشرات القتلى ومئات الجرحى في فض اعتصامي أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، فيما أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور حالة طوارئ في جميع أنحاء البلاد مدة شهر وفرض حظر تجوال استثنائي. تحرك الجيش المصري ليعيد الأمور إلى نصابها ويفك اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في منطقتي رابع العدوية والنهضة. المعتصمون رفضوا وقاوموا قوات الأمن واشتبكوا معها، والنتيجة فض الاعتصامين وتمشيط المنطقتين وعشرات القتلى والجرحى في صفوف المعتصمين وقوات الأمن على حد سواء، إضافة إلى مقتل مصور سكاي نيوز مكدين ومراسل نيوزويك، فيما أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور حالة طوارئ في جميع أنحاء البلاد مدة شهر وحظر التجوال من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا، فيما ذكرت أفبي أن نائب الرئيس محمد البرادعي قد قدم استقالته في وقت دعا جماعة الأخوان المسلمين المصريين إلى النزول إلى الشوارع لمنع المذبحة من الاستمرار. طالب القيادات السياسية لتنظيم الإخوان بإيقاف عمليات التحريض التي تضر بالأمن القومي، وتحمل الحكومة تلك القيادات المسؤولية كاملة عن أي دماء تراق وعن كل عمليات الشغب والعنف الدائر. وكانت قوات الأمن مدعومة بالجرافات قد بدأت العملية بعيد الفجر حين حاصرت منطقتي رابع العدوية والنهضة حيث يتحصن المعتصمون، وألقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع على خيام الاعتصام قبل أن تدخل ميدان رابع العدوية، ووقعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، وهرع رجال يضعون أقنعة واقية من الغازات إلى التقاط القنابل وإلقائها في حاويات من الماء، فيما ظهرت صور لقناصين يطلقون النار عشوائيا على القوى الأمنية والمواطنين. Thank you.
وأحرق أنصار مرسي 3 كنائس قبطية في محافظة المنيا بوسط مصر وفي سوهاج جنوبا. ونقل اتحاد شباب مسبير القبطي الأنباء نفسها متهما جماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي بشن حرب انتقامية على الأقباط. وأوضح المسؤولون الأمنيون أن مصادمات تدور في هذه المنطقة التي تعيش فيها مجموعة قبطية كبيرة بين قوات الأمن وأنصار مرسي الذين قطعوا طرقات بواسطة إطارات مشتعلة. وأعلن جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الأخوان المسلمين مقتل ابنة القيادي الأخواني محمد البلتاجي متأثرة بإصابتها في فض الاعتصام في رابعة. وكان البلتاجي اتهم قائد القوات المسلحة عبد الفتاح السيسي بتوريط الجيش بدماء المصريين. مشيخة الأزهر أعربت عن أسفها على سقوط ضحايا لدى فض الاعتصام مؤكدة أنها لم تكن على علم مسبقا بهذه العملية التي نفذتها قوات الأمن المصرية. ولا يزال الأزهر على موقفه من أن استخدام العنف لا يمكن أبدا أن يكون بديلا عن الحلول السياسية. أما البيت الأبيض فاستنكر بدوره الأحداث في مصر داعيا الأطراف إلى ضبط النفس. الوضع الحالي في مصر لن يفضي إلى حل سلمي، ونعارض بشدة إعلان حال الطوارئ وندين اللجوء إلى العنف مع المتظاهرين. كذلك استنكر الأحداث الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة وبريطانيا وقطر وإيران وتركيا. لقاء يجمع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لتأكيد ألا حكومة أمر واقع في التداول. مع تكاثر الكلام في الفترة الأخيرة عن اقتراب موعد تأليف حكومة أمر واقع، التقى رئيس الحكومة المكلف تمام سلام رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في قصر بعبدة. وعلى عكس لقاءاتهما السابقة التي كانت تنتهي من دون الإدلاء بتصاريح، خرج سلام على الصحفيين ليطمئن القوى السياسية كافة إلى عدم اتجاهه لتأليف حكومة أمر واقع. طبعا هناك انطباع أنه في حكومة اليوم أو بكرة أو بعد بكرة، هذا الانطباع الحقيقة مش دقيق. في رغبة قوية عم بلمسها عند كل الناس، ولكن أيضا في مسؤولية بهالأمانة اللي حاملينها. وأنا يعني مش راغب لا غامر ولا استعجل، بقدر ما راغب أنه أنجز شيء في منه فايدة للبلد. القول بأنه في حكومة أمر واقع وحكومة غير أمر واقع وحكومة حيادية وما إلى ذلك، أي حكومة بدها تتألف بده يكون طبعا همها الأساسي هو الواقعية. يعني لأنه أنا ما تصرفت من يوم تكلفت إلى اليوم بشكل غير واقعي. الأمر الواقع هو ما يفرض علينا، والواقع هو ما نتعامل معه لتحصين وطننا. في المقابل أعاد سلام تأكيد رفضه إعطاء أي فريق الثلث المعطل، مشددا على ضرورة مداولة الحقائب. وفد أمني تركي في وزارة الداخلية وشربل يرى أنه لا يجوز الربط بين إطلاق مخطوفي أعزاز وخطف الطيارين التركيين. في أول زيارة لمسؤولين أتراك على مستوى رفيع لمتابعة قضية المخطوفين التركيين، حط نائب مدير الاستخبارات التركية عبد الرحمن بلجيك على رأس وفد تركي في بيروت. وللغاية التقى وزير الداخلية مروان شربل على مدى ساعة من الوقت. أكد فيها شربل أن الدولة اللبنانية تدين عمليات الخطف وترفضها، خصوصا أنها تعكس صورة سلبية عن لبنان واللبنانيين، لاسيما لدى دولة صديقة مثل تركيا التي تجمعها بلبنان علاقات متينة ومميزة. وأضاف شربل أن ملف خطف التيار التركي ومساعده في طور المتابعة الحثيثة والجادة على المستوى الأمني والقضائي والسياسي من أجل إطلاقهما وإعادتهما إلى بلدهما وذويهما سالمين. شربل أشار إلى أن المسؤولين الكبار في الدولة اللبنانية يبذلون جهودا استثنائية للوصول إلى خاتمة سعيدة في أقرب وقت. وبالتوازي أكد شربل أن اللجنة الوزارية المكلفة حل مسألة مخطوفي أعزاز تعول على مساعدة الدولة التركية في إطلاق سراحهم، خصوصا أن مدة احتجازهم طالت أكثر من سنة، معتبرا أنه لا يجوز الربط بين إطلاق مخطوفي أعزاز وخطف الطيارين التركيين. الوفد التركي من جهته أعرب عن استعداد بلاده لمتابعة التعاون لتوفير خاتمة سعيدة لملف المخطوفين اللبنانيين، وبالتالي حل مسألة الطيارين التركيين وطي ملف الخطف تجنبا لتبعاته السلبية على العلاقات بين البلدين. وانتهى اللقاء بالاتفاق على عقد لقاء ثان في تركيا بين الوزير شربل والوفد التركي على قدر كبير من الأهمية في ملف الخطف.
وفي بيت الدين عرض رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مع السفير التركي لموضوع المخطوفين التركيين والجهود المبذولة لإطلاقهما في أسرع وقت، مؤكدا ضرورة تكثيف تركيا مساعيها لإطلاق مخطوفي أعزاز. هذا والتقى السفير التركي رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. وننتقل مباشرة إلى الضاحية، حيث يطلعنا من هناك الزميل رامز القاضي على أجواء أهالي المخطوفين في ظل معلومات عن استدعاء بعضهم للتحقيق معهم. رامز، مساء الخير، إليك الهواء طبعا لنقل أجواء ذوي أهالي مخطوفي أعزاز، تفضل. يعني أهالي المخطوفين مخطوفي أعزاز هنا في الضاحية الجنوبية لبيروت داليا ينظرون بإيجابية إلى المسار الذي تسلكه قضية الخطف بشقيها، إذ هم لا يفصلون بين يعني المسارين، بين مخطوفي أعزاز وبين خطف التركيين في لبنان. وهم يعني أولى هذه الإشارات الإيجابية التي يقرؤونها هي زيارة نائب مدير المخابرات التركية. هم يقولون أن هذا الخطف أو خطف التركيين ربما جاء بنتائج إيجابية، وإن يؤكدون باستمرار أنهم ليسوا الجهة أو ليس لديهم أي مسؤولية عن هذا الخطف، ولكن يقولون أن هذا في إيجابية لأنه حرك الدولة التركية على شكل يعني كبير، وأوفدت هذا الوفد إلى لبنان الذي وصل والتقى رأس يعني المؤسسة الأمنية بوزير الداخلية مروان شربل. وفي المعلومات المواكبة لهذا الاجتماع أن أول ما سأل عنه هذا الوفد هو عن صحة أو سلامة الطيارين التركيين المخطوفين في لبنان، وهو قد سمع تطمينات إلى أنهم بصحة جيدة، لأن بالبداية هي الخطف أو نية الخطف كانت عدم الإيذاء، وفقط يعني الهدف منها هي الضغط من أجل استعادة المخطوفين اللبنانيين. بالنسبة إلى السؤال داليا عن توقيف يعني هنا في الضاحية، يجري بالفعل جرى اليوم توقيف عدد من الشبان من آل صالح، وهم أقرباء للشاب محمد صالح الذي تم توقيفه لاتهامه بعلاقة بخطف التركيين، ولكن سرعان ما أخلي سبيلهما أو سبيلهم، لأنهم كانوا أكثر من 3 شبان من آل صالح، أطلق سراحهم بعدما تبين أن لا علاقة لهم بمسألة الخطف. إذن يعني أجواء الضاحية هم ينتظرون أيضا لقاء مسائي حكي عنه أن نائب مدير الاستخبارات التركي سيلتقي على رأس الوفد التركي المرافق اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام. وأيضا حكي أن الورقة التي يحملها التركي أو الضيف الأمني التركي أنه سيفاوض من حيث وصلت المفاوضات التركية مع اللواء إبراهيم، وبالتالي ستستمر مسألة مبادلة النساء السجينات السوريات لدى السجون السورية بمخطوفي أعزاز، وبالتالي يعني ربط هذه المسألة. هذا الأمر الذي يعني ربما يؤكد عليه هنا الأهالي أنهم لا يكترثون كثيرا لهذه المسألة، هم فقط يريدون أكل العنب وليس قتل الناطور. نعم. الذي يؤكدون أنه ناطور ربما تركي في هذه المسألة. نعم. شكرا للزميل رامز القاضي الذي كان معنا مباشرة من الضاحية الجنوبية. لبنان غير مجهز لمواجهة الحروب ولا وجود لخطة طوارئ لدى الدولة، أما الملاجئ فتحولت إلى مستودعات للخردة. في الذكرى الثامنة لانتصار تموز 2006، وفي بلد يعيش حال حرب دائمة على العدو الإسرائيلي، يفتقر الجنوب اللبناني ومعه لبنان كله إلى البنية التحتية الضرورية لمواجهة الحروب كجزء من ضرورات مواجهة الكوارث. العدو الإسرائيلي يجري سنويا مناورات لسكان المستعمرات على مواجهة الحروب، فيطلق صفارات الإنذار لتدريب الناس على النزول إلى الملاجئ. في الجنوب اللبناني هذا ما تبقى من بعض الملاجئ القديمة التي تحولت إلى مستودعات للخردة. من وقت انبنى الملاجئ أهملوا نتيجة أنه ما كان الملجأ يعني في النواحي الصحية، أبسط شغلة بالملجأ أنه يكون في حمام، إذا ما فيش حمام يكون مضاء، إذا مش مضاء يكون في فرشة اللي يدخل عليها ينام ليلته مثلا يعني. إذا مش موجودة هالمقومات حتى أي علبة تموين مثلا، كيف بده يكون ملجأ يعني؟
إلا إذا مثله مثل أيام بفضل كان المواطن يقعد بزاوية بيته بيظل يلاقي شربة مي، بيظل يلاقي لقمة خبز بياكلها. الملجأ ما في شيء أبدا، شو بده ينزل يساوي بالملجأ؟ إذا ما مات من القصف بيموت من الجوع. هذه قصة مسؤولة عنها الدولة، يعني المفروض تأمن، حتى لو ما أمنت 100% بس أقل تعديل تأمن بنسبة عالية. يعني بلبنان اساسا ما في ملاجئ لهالحرب اللي عم بتشوفها، هالطيران هذا ما في ملاجئ، يعني بنايه من ليله من ما بينفع بهذا السلاح، ما بينفع. ليس هناك ملاجئ مجهزه في لبنان، يؤكد مدير عمليات الصليب الاحمر في الجنوب محمد مكي، لكنه يقلل من اهميتها في ظل وجود الاسلحه المتطوره والفتاكه التي شاهدناها في حرب تموز. في خطه كوارث عم تنعمل مع الدوله، مع الوزارة، مع مجلس الوزراء، ومع الجيش اللبناني، كوارث طبيعية والحروب ضمن الحروب، بس ما من ضمن انه ملاجئ، ما في ملاجئ عمل لك بلبنان تستوعب هذا الحرب، بس انه شو لازم يصير، كيف التنسيق، كيف الاعانات لاعاشات، كيف الترقات اذا تسكرت، هم بصير في خطة طوارئ بالبلد. اذا لمواجهة القصف الاسرائيلي نحن بحاجة الى خطة طوارئ توضع في مجلس الوزراء بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة. كنت أسمعت لو ناديت حيا، لكن في الدولة اللبنانية لا حياة لمن تنادي. اعتقل وهو في 16 من عمره بعد مشاركته في قتل مستوطن صهيوني، تحرر من غياهب المعتقلات وهو في 36. قناة الجديد زارت منزل الأسير المحرر عصمت منصور وسلطت الضوء على تحرير 26 أسيرا من خلال التقرير التالي للزميل نزار حبش. بزغاريد الفرحة التي كتمتها عتمة المعتقلات الصهيونية، استقبلت عائلة منصور في قرية دير جرير قضاء رام الله ابنها المحرر عصمت بعد فراق دام 20 عاما. عصمت منصور تنشق نسيم الحرية مع 25 أسيرا من غياهب معتقلات العدو. ارتباطنا العضوي والحي بقضيتنا وقضية شعبنا ونضاله كان دايما بزودنا في الأمل والإصرار على المواصلة. احنا كنا ننظر الأسر على أنه محطة من سلسلة، يعني هي حلقة في سلسلة من حلقات النضال والصمود والمقاومة اللي بديها الشعب الفلسطيني. وهالكيات اللي بدي إياه بدنا نسوي ليه، يعني بدنا ننسي أيام الظلام، يا ظلام السجن راح خلص الحمد لله. واعتقل منصور وهو في 16 من عمره بعد قتله مستوطنا صهيونيا في مستوطنة بيت إيل التي تشثم على أراضي رام الله، مع 3 رفاق آخرين في عملية فدائية نفذتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عام 93 ردا على توقيع اتفاقية أوسلو. عملية اجت في سياق مقاومة شعبنا، يعني ضد الاستيطان، وهذا حق مشروع إن ضمن القانون الدولي وضمن الأعراف الدولية وضمن المنطق الطبيعي والإنساني لكل إنسان إنه يدافع عن وجوده وعن كرامته. وتحرر من المعتقلات الصهيونية 11 أسيرا من الضفة و15 من قطاع غزة ينتمون لفصائل وطنية وإسلامية، لكن محكومية ثلث المفرج عنهم شرفت على الانتهاء، كما لم يفرج عن أي أسير من القدس المحتلة أو فلسطين المحتلة عام 48. لن يهدأ لنا بال حتى يكونوا بيننا جميعا إن شاء الله. ونحن نرحب بإطلاق سراح هذه الكوكبة من الأسرى، إلا أنها تبقى مخيبة للأمال وتبقى خاضعة للابتزاز الإسرائيلي التي تتعامل مع قضية الأسرى كورقة ابتزاز سياسي للضغط على القيادة الفلسطينية لتقديم تنازلات خلال المفاوضات. وتجدر الإشارة إلى أن الإفراج شمل 17 أسيرا محررا محكومون بالمؤبد، وينتظر الإفراج عن بقية الأسرى الذين اعتقلوا قبل أوسلو على 3 مراحل مقبلة بشرط التقدم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية،
الأمر الذي يستبعده الكثير من المراقبين والمحللين الفلسطينيين. لا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. كسر قيد 26 أسيرا فلسطينيا، ليبقى داخل المعتقلات 78 اعتقلوا منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وأكثر من 4600 معتقل اعتقلوا بعد توقيع الاتفاقية، منهم 8 يخوضون معركة الأمعاء الخاوية منذ أكثر من 100 يوم. من قرية دير الشرير المحتلة، نزار حبش، قناة الجديد. ومن الضفة إلى غزة، رحلة أسير محرر تختصر حكايات الاعتقال. 15 أسيرا من أصل 26 أفرجت عنهم مصلحة السجون الإسرائيلية وصلوا قطاع غزة عبر معبره الشمالي بيت حانون في ساعة متقدمة من صباح الأربعاء. الأسرى المنتمون إلى فصائل وطنية وإسلامية مختلفة اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو وقضى أقلهم 20 عاما في سجون الاحتلال، ليأتي الإفراج عنهم في إطار ما يسمى بحسن النية الإسرائيلية قبيل استئناف المفاوضات. الصفقة الذين سوف يتم الإفراج عنهم هم 104. هؤلاء الأسرى هم أقدم أسرى داخل السجون الإسرائيلية، منهم من أمضى 32 عاما ومنهم من أمضى الأقل منهم أمضى 20 عاما. نحن نطلق عليهم جنرالات الصبر، سوف يتم الإفراج عنهم. نحن إسرائيل أرادت الإفراج عن هؤلاء الأسرى ليلا لكي لا نحتفل بهم. ووراء كل أسير محرر قصة من الانتظار الطويل والأمل الذي لم ينقطع عاشتها أسرته. هنا منزل الأسير محمد حمدية بين أمه وأخواته، وقد توفي والده قبل 7 أعوام. حمدية أمضى 24 عاما في الأسر من أصل محكوميته التي تبقى فيها عام واحد. شعور لا يمكن وصفه، ولذلك احنا نختصره بالكلمات انه نتمناها لكل انسان محروم ولكل انسان في السجن ما زال بيعاني، ويصح له يشوف هاي الفرحه ان شاء الله. من يوم ما خلقت الدنيا والارض مخلوقه وبيت المقدس، لكن الانسان عمره محدود، العمر يموت، بده يلحق امه تشوفه تفرح فيه، تشوف اولاده. هنا منزل الاسير سمير مرتجى المحكوم بالسجن 20 عاما وقد تبقى من محكوميته شهران. مرتجى أسير في الشهر الثالث بعد عرسه وحرم من نعمة الإنجاب بتغييبه عن زوجته التي انتظرته طوال هذه المدة. 20 عاما هي عمر أبناء أخته التي تزوجت في نفس أسبوع عرسه، وهم اليوم يدرسون في الجامعات. كنت أتمنى أن ألاقي أم وأبويا ضمن المستقبلين واللي احتفلوا فيها، إلا أنهم ربنا توفاهم قبل ما نروح بفترات بسيطة، أمي قبل سنة تقريبا، أبويا قبل أكم من سنة، وخلال الفترة هذه 20 سنة ما قدرتش أتمكن من زيارة أبويا أمي ولا مرة خلال 20 سنة كاملة، وكان التواصل معهم صعب جدا. ويأخذ المراقبون على صفقة الإفراج هذه أنها لم تشمل أسرى من مدينة القدس أو من الأراضي المحتلة عام 48، كما أن عدداً لا بأس به من المحررين كانت تفصلهم أشهر قليلة عن موعد الإفراج عنهم. على أي حال، فإن حرية أي أسير ولو بقي له يوم واحد في السجن تعد سبباً لإدخال فرح غامر على العديد من البيوت الفلسطينية. أفرج إذن عن الربع الأول من أسرى ما قبل اتفاقية أوسلو، ليكون ذلك إذاناً باستئناف المفاوضات التي سيحدد تقدمها ما إذا كانت دولة الاحتلال ستفرج عن الدفعات الثلاثة المتبقية خلال قادم الشهور، وهو أمر يظل غير موثوق حدوثه طالما ارتبط بما يسمى بحسن النية الإسرائيلية. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين. أهلا بكم من جديد. وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناظم الخوري يقول إن مواقف رئيس الجمهورية لا تعني حكومة أمر واقع، بل هي صرخة للتنبه للاستحقاقات التي يواجهها لبنان في ظل الفراغ الحاصل. والنائب عباس هاشم متفائل أن حكومة الأمر الواقع لن تبصر النور. مواقف الأسبوع الأخير من عملية تأليف الحكومة فتحت باب التأويلات السياسية، لا سيما بعد المواقف الأخيرة لرئيس الجمهورية ميشيل سليمان ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط. إلا أن الساعات الأخيرة أظهرت على ما يبدو أن أحدا ليس على استعداد حتى الآن للدخول في معركة الأمر الواقع. شخصيا أتمنى أن لا نصل إذا هكذا حكومة، يعني حكومة الممكن عم سميها، لأنه أولا في موضوع الثقة، نال الثقة بالمجلس النيابي، وأرى أنه في محاذير حتى إذا نالت الثقة بشكل يعني كتير قريب يعني من الثقة، أنه على بالنقاط إذا بدنا نقول أنه ما يصير في كمان ارتدادات وردة فعل
من قوى لم تشترك في الحكومة لا إفشال الحكومة خارج نطاق المجلس النيابي. حكومة الأمر الواقع بتشكل انقلاب جدي وحقيقي على ما أطلق عليه اتفاق الطائف أو العقد الاجتماعي الجديد أو التسوية السياسية اللي حصلت سنة 89، سيرد عليه بما يتلائم مع حجم الانقلاب وليس مع أي شيء آخر. فلسفة اتفاق الطائف قامت على مبدأ القيادة الجماعية كبديل عن القيادة الفردية. أي انقلاب على هالمفهوم هو بيكون آخر مسمار بنعش اتفاق الطائف، وبالتالي علينا بهدوء أن نجلس سويا على طاولة للتفاهم على عقد اجتماعي جديد وبالتالي نظام سياسي جديد. الطرفان يريان ألا تسوية إقليمية في المدى المنظور، إنما رهانهما على القوى الداخلية. بيقولوا كمان فخامة الرئيس أكيد أنه التركيز أنه ما كل واحد إذا اعتبر حاله إذا ضمن معادلة معينة هو منه موجود فيها معناتها الفريق الآخر بيقتص منه. إذا أي فريق لبناني بيعتبر أنه هو رح ينتصر على الفريق الآخر على صعيد المنطقة سيخسر في لبنان حتما، لبنان سيدفع الثمن بالحالتين. في موضوع الإدارة الداخلية اللبنانية فيما يتعلق بموضوع السيادة واستقلال لبنان، أعتقد كل طرف قدم تضحيات في سبيل تحقيق هذه السيادة وهذه المنعة والاستقلال والعزة والكرامة والعنفان يملك حرية قرار كيفية إيجاد تحصين هذه السيادة وهذه الحرية وهذا الاستقلال. أما الخلاف فهو على مفهوم المصلحة الوطنية. إلى متى الانتظار؟ بعدين إذا كل فريق متشبث بموقفه طب مين بده يغير المعادلة؟ إذا بدي أرجع لسؤالك اللي تفضلت فيه إنه إذا كل واحد ناطر من الخارج معناتها ما رح يصير في حكومة، وإذا ما في حكومة معناتها في فراغ في البلد. نحن رحينا على استحقاقات كبيرة، وقلت في الدولة عليها التزامات قبل ما نوصل حتى لاستحقاق رئاسة الجمهورية. أنا اليوم متفائل جدا إنه لن يجرؤ أحد على إسقاط هذا الواقع وهذا الاستقرار قبل معرفة مصير التحولات الكبرى في المنطقة. الخوري قال إن ما أطلقه رئيس الجمهورية هو صرخة في ظل المشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط بها البلاد، ولا يقبل باستمرار الفراغ، بينما رأى هاشم أن حكومة الأمر الواقع هي لإرباك الرئيس المكلف تمام سلام وإعادة إنتاج حرب أهلية. باسل العريضي، قناة الجديد. الجماعة الإسلامية تعتصم أمام مبنى السفارة المصرية دعما للإخوان المسلمين. لا للسلطة ولا للجاه، لا إله إلا الله. في تحرك تضامني مع الإخوان المسلمين في القاهرة، نظمت الجماعة الإسلامية في لبنان اعتصاما أمام مبنى السفارة المصرية في بئر حسن، استنكارا لما سموه مجزرة بحق المعتصمين في ميدان رابع العدوية، حيث حمل المشاركون صورا للرئيس المصري المعزول محمد مرسي وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار عناصر الانضباط التابعين للجماعة الإسلامية. أين هذا القسم والطائرات الصهيونية تقصف في سيناء والقيادة العسكرية قيادة السيسي المجرم الصهيوني يتفرج على الطائرات وهي تقصف المواطنين المصريين؟ للقيادة العسكرية في لبنان عليكم أن تحفظوا عهودكم في حفظ المواطنين وحفظ شعوبكم. وكانت كلمات للشيخ محمد طقوش مسؤول بيروت في الجماعة الإسلامية، والشيخ محمد عمار رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية في لبنان، والشيخ حسن قاطرجي رئيس جمعية الاتحاد، أكدت جميعها أن ما يجري في مصر هو استهداف للمشروع الإسلامي. الوجود الفلسطيني على طاولة النقاش في الرابي، والوضع الأمني في اجتماع الأمانة العامة للرابع عشر من آذار في هذه الصفحة المحلية. في إطار جولته على الفعاليات السياسية اللبنانية كافة، التقى رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خلدون الشريف رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون لتداول مسألة الوجود الفلسطيني في لبنان. عم نحضر لورشة عمل كبرى ستبدأ الأسبوع القادم، تشارك فيها كل الفصائل الفلسطينية وكل القوى السياسية اللبنانية
وكل المنظمات الدولية من أونروا ويوندبي ويونهتشسيار من أجل معرفة كيف يجب على لبنان أن يقارب هذا الملف الفلسطيني. إذا توصلنا لصياغة رؤية واحدة نكون قد قمنا بإنجاز أساسي. عقدت الأمانة العامة لقوى 14 من آذار اجتماعها الأسبوعي لتداول حال التسيب الأمني في أكثر من منطقة لبنانية، لا سيما فيما يتعلق باختطاف الطيارين التركيين وأحداث اللب وعرسال. إصرار حزب الله على أخذ البلاد إلى مواجهة شاملة مع حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا، ومع مجلس التعاون الخليجي الذي يستقبل عشرات الآلاف من العائلات اللبنانية، ومع الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بلبنان مصالح عديدة، ومع المجتمع الدولي، هي مواجهة لا يريدها اللبنانيون بغالبيتهم الساحقة. في سياق حملة جمع المليون توقيع من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، نظمت هيئة التنسيق النقابية في وزارة الطاقة والمياه حملة توقيع على العريضة لتأكيد الحق في سلسلة عادلة بين مختلف الأسلاك العاملة في القطاع العام، ودعت الهيئة جميع النقابات المستفيدة من السلسلة وقوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى التضامن مع هيئة التنسيق في التوقيع على العريضة. بعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء كمن مجهولون للمواطن شريف معروف قبيل وصوله إلى منزله الواقع في منطقة كسارة زحلة، حيث خطف ونقل إلى منطقة مجهولة قبل حضور الأجهزة الأمنية للتحقيق في الموضوع. بعد ما حدا اتصل فينا ونحن نتأنى من اللي خطفينا يراعوا ظروفنا يراعوا وفلتوا لنا إياه ونحن اللي يعني اللي بتوجب علينا. تفاعلت قضية معالجة الجرحى السوريين الذين نقلوا منذ أكثر من شهر من مدينة القصير إلى مستشفى الخير في المنيا، حيث تلقوا العلاج اللازم بتكلفة وصلت إلى 45,000 دولار، لم يسدد منها سوى 6,200 دولار، وهو ما أدى إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الزهراء في طرابلس. وعقد للغاية نفسها مدير مستشفى المنيا الدكتور عامر علام الدين مؤتمرا صحفيا. قبل أيام من العرس فتحت عيون الساهرين على الغابة. بكل عرس في قرص، هذا ما ينطبق اليوم تماماً على عرس ويليام ابن النائب السابق جبران طوق، حيث قررت العائلة الاحتفال به في غابة الأرز في مسقط رأسهم. التحضيرات بدأت قبل شهرين تقريباً، حيث قررت العائلة إصلاح أرض ملاصقة لغابة الأرز لتستوعب ما يفوق 3,000 شخص. لكن قبل أسبوع من حفل الزواج بدأت أصوات ممانعة تعترض على الأشغال التي أجريت قرب غابة الأرز واعتبرتها مخالفة للقانون. وأخيرا ويليام ابني قرر يتجوز، وهيدي فرحة ناطرينها من زمان. بقى كان في نوع من طلب الحاح من أبناء بشري والمنطقة أنه يتجوز ببشري والمنطقة فوق، لأنه بالنتيجة قمنا بالشغل فيه مشان ترتيبه وعملنا بعد الجلول مشان طلع مركز كتير حلو، وما كان في اعتراض من حدا، لا من البلدية لا من الأشخاص لا من جامعة البيئة لا من حدا أبدا، إلا لمبارح يعني عشية العرس يعني بلشوا يعملوا بارازيت من اليوم مبلي سيئين نية، يعني بارازيت من اليوم ليش وكيف وكذا. هم لا يقولوا لنا من الأول إنه اليوم هالعقار هذا ملاصق ل ل لغابة الأرز ولازم يكون حسب المعايير الدولية يكون بعيد 250 متر، كنا أخذنا العقار الثاني. يؤكد طوق أنهم على استعداد أن يجروا جميع التعديلات بعد الحفل كي تكون مطابقة للمعايير الدولية. كل صدق إنه اليوم المعايير الدولية نحن نحافظ عليها، هلا بس يمرق العرس انتبهتي لي كيف ويكون الامور هيك اليوم شو المعايير الدوليه بتقدر نعملها. هلا بيسوى تتشجر بيسوى ينعمل اي شيء. هلا انا بالاتفاق مع اصحاب العقار نحكي بنشوف شو اثبت الطريقه. مكملين بالزواج اكيد الاحتفال هون؟ لا اكيد اكيد مكملين، يعني بالزواج العرس بعد 4-5 ايام انتبهتي لي كيف، والكروت توزعت وكل هالقضايا هيدي. نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية تدشن الأودوتوريوم في مدرسة وهان تكايان في برج حمود وترعى حفل التخرج. دشنت الوزيرة السابقة ليلى الصلح حميدي القاعة الكبرى في مدرسة وهان تكايان في منطقة برج حمود بعد أن قامت مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية بتأهيلها وتجهيزها. جاء ذلك خلال رعايتها لحفل التخرج السنوي لطلاب المدرسة. أنتِ
أيتها الوزيرة سفيرة السلام والخير والوئام، أنت يا من تدعمين وشائج القربة بين المواطنين، همك الوحيد زرع الابتسامة على الوجوه البائسة والرجاء في القلوب اليائسة والهدوء في النفوس المضطربة. بدي أحكي من القلب، نحن يا ست ليلى نحبك، منقدر كل الجهود اللي عم تقومي فيها من دون تفرقة بين أي مذهب وأي طائفة وأي منطقة، نحضرك يوميا ومنفتخر، وبتذكرينا بالمرحوم الوالد، رجل كبير، رجل استقلال ورجل ميثاق، الرجل اللي أوجد مفهوم الديمقراطية الميثاقية الفريدة من نوعها بالعالم العربي، دين مسيحي قائم على المحبة والتسامح والسماح، هذا الشيء بنشوفهم فيك. لبنانيون يهاجرون وغرباء يستوطنون، حدود مشرعة وأرض سائبة ونازحون منتشرون، وهل المخيم سيصبح يوما معسكرا؟ نحن اليوم في سجن ولا نطلب غير الرحمة، فأحكام الوطن قاسية والحياة خياراتها معقدة، فلا السيادة بالاستجداء ولا السلامة بالصمت. أنتم شباب الأرمن تمسكوا بالخلية العائلية وتذكروا أنه لولا هذا الانتماء ولولا هذا الإيمان لما رجعت أرمينيا، استرجعتم وطنا حرا ونحن أضعنا وطنا سيدا ضائعا بين عزة تاريخه ومهانة حاضره. وسلمت الوزيرة الصلح الشهادات إلى طلاب المدرسة التابعة لحزب الرام جافار، كما تسلمت درعا تقديرية والتقطت معها الصور التذكارية. أهلا بكم من جديد. المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن مقتل القس الإيطالي المخطوف قبل شهر، والمعارك تشتد في ريف حمص الشمالي. بعد أقل من شهر على اختفاء القس الإيطالي باولو دال أوغليو في مدينة الرقة التي تسيطر عليها المعارضة، خرج المرصد السوري لحقوق الإنسان ليعلن مقتله على يد مجموعات ذات صلة بتنظيم القاعدة في سوريا. واختفى القس اليسوعي الذي وقف في وجه النظام والجماعات الإسلامية المتطرفة في 29 من تموز الماضي، وهو كان قد خدم في دير القديس موسى الحبشي الذي لعب دورا مهما في ترميمه قبل أن يطرد من البلاد عام 2012، ليعود بعد ذلك مرتين على الأقل إلى سوريا. ونقل المرصد السوري ومقره بريطانيا عن ناشطين في مدينة الرقة ذوي صلات وثقة بدال أوغليو قولهم إنه قتل في أثناء احتجازه لدى مقاتلين من جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام. هذه الجماعات وتحديدا جبهة النصرة خسرت أحد أبرز قادتها وهو أبو همام مع تواصل الاشتباكات في حمص القديمة بين الجيش السوري من جهة ومقاتلي المعارضة المسلحة والكتائب الإسلامية المتشددة من جهة أخرى. وفي ريف حمص الشمالي ركز الجيش السوري قصفه المدفعي على مراكز لتجمع المسلحين في بلدات الرستن وتلبيسة. وبعيدا من الواقع الميداني، كانت بعض شخصيات المعارضة السورية تجتمع في تركيا بعدما أعدت خريطة طريق للمرحلة الانتقالية قدمتها إلى السلطات التركية. إنها ثمرة جلسات عصف ذهني وورشات عمل وندوات ودراسات ومحاضرات استمرت لأكثر من عام قام بها مثقفون وسياسيون وأكاديميون. وأمل صبرا أن تكون هذه الورقة رسالة وفاء لتاريخ سوريا وإخلاص لمستقبلها. علق رئيس حركة فلسطين حرة ياسر قشلق على عملية استئناف المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والتنازلات التي تقدمها حكومة أبو مازن في مقابل استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتجزئة صفقة الأسرى، علما أن من خرج منهم بالأمس تأخرت حريته نحو 20 عاما. وأضاف قشلق إن الأزمة ليست عند الجانب الإسرائيلي الذي اتخذ اليوم شرعية من السلطة في الاستيطان، إنما عند الشعب الفلسطيني الذي ابتلاه الله بحكومتين، الأولى في الضفة وقد أصبحت حكومة الاهتمام بالفنانين ومنحهم الجنسيات وجواز السفر الفلسطيني، والثانية في غزة المشغولة بدعم مرسي وإغداق جنسيتها على القرضاوي وبعض المفتيين. ولما كانت هناك حكومة للمفاوضات وأخرى للإخوان، فقد اقترح قشلق حكومة ثالثة للاجئين الفلسطينيين الذين يفوق عددهم 7 ملايين، وليعتبرون عندئذ من سلالة أصالة نصري وراغب علامه، أو فليصنفون إخوانا ويستقبلون على أراضي فلسطين. بعد عرض رئيس الحكومة النرويجية
لفيديوهات تظهره متنكرا كسائق تاكسي من أجل الاطلاع على هموم الناس. حسب ما أشاعت حملته الانتخابية تبين أن الأمر كان معدا سلفا مع الذين دخلوا سيارة التاكسي وجرى انتقاؤهم لتمثيل هذه المشاهد مع رئيس الحكومة في مقابل 65 يورو. تابعتم في هذه النشرة بين العسكري والمرشد. دماء فوق النيل. كل ما يقال في الحكومة غير صحيح. في لحظة ما نعم سنواجه الواقع ونواجه حكومة الواقع ليس الأمر الواقع. كان في الخاص. حكومة الأمر الواقع بتشكل انقلاب جدي وحقيقي على ما أطلق عليه اتفاق الطائف. قوى لم تشترك في الحكومة لا إفشال الحكومة خارج نطاق المجلس النيابي. الاستخبارات في الداخلية والسفير في بيت الدين. طلعوا على الشمس. في ذكرى الانتصار هل عددنا لهم؟ إذا ما مات من القصف بيموت من الجوع. كان في النشرة أيضاً رئيس الحكومة صاير كذاب. كان هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الساعة. فريق عمل هذه النشرة يشكر لكم حسن المتابعة ويعود ويلتقي بكم في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند 11:30. فدمتم بأمان الله.